اخر مباراه معانا ديكرنس والهلال وفوز ديكرنس 1-0، لان مباراه الحمام للاسف ما صورناهاش، وهي المباراه الوحيده اللي ما صورناهاش في كل مباريات الاسبوع الخامس، او ما جات لناش منها لقطات، انتهت 1-1. خلينا نروح لديكرنس والهلال وفوز ديكرنس 1-0، وطبعا الفرقه ماشيه مع الكابتن حسام عبد العال، كانت تعادلات وكده مزعل الدنيا، ولكن هذا الفوز صحصحهم شويه وكان فوز مهم جدا على ملعبهم. مبروك للكابتن حسام عبد العال ولصديقنا الخضر ابراهيم رئيس نادي ديكرنس، ونروح نشوف ماذا حدث في هذه المباراه مع زميلنا محمود خالد. الحمد لله على النتيجة، ربنا كرمنا وبنتيجة إيجابية الحمد لله بالمكسب. أنت عارف حضرتك إحنا قبل التوقف بتاع الدوري كنا تعادلنا 3 مباريات، كنا لعبنا 4 مباريات كسبنا مباراة وتعادلنا 3، فالحمد لله النهاردة كان يعني من أهم الحاجات اللي إحنا كنا محتاجينها النهاردة إن إحنا نطلع بمكسب. الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا نطلع بمكسب. الشوط الأول كنا شغالين كويس، الشوط الثاني يعني اللعيبه عملت اللي عليها وادت اللي عليها، بس يعني عارف اللعيب بيبقى عشان التعادلات الثلاثه اللي ورا بعض، فلما جبنا الجون اللعيبه بالظبط اللعيبه خايفه على المكسب، فابتدوا يرجعوا لورا، ابتدى يبقى في شويه اخطاء عندنا، بس الحمد لله على المكسب. يعني عندنا مشكله في حته الفينش بس، ان احنا نقدر نسجل فيها، هي دي اللي تعبانه شويه، لكن انت شفت الفرقه بنفسك زي ما انا قلت لك، نقدر نوصل كتير لكن مش بنفنش كويس، هنشتغل على الفتره الجايه. في يناير ممكن نجيب حد في المكان ده، عندنا لعيب افريقي كويس اسمه اليو مصاب، يرجع ان شاء الله يبقى هيفرق معانا في الحته اللي فوق دي، وان شاء الله نشتغل على الحته اللي جايه دي، الحته الفينش على الجون ان شاء الله. ان شاء الله غور، 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 ان شاء الله غور